دائما تشير الى الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الجريمه المنظمه. تهدف هذه اللقاءات وهذه الزياره الى ممكن قاعده انها تعتبر قرارات سياسيه. ايكو tutti questi elementi اجازه واضحه بهذا التعاون وكذلك هيئه الرقابه الاداريه في الجهات الخاضعة للرقابة الإدارية. ثانيا مكافحة التسيب الإداري. طبعا اليوم هذه زيارة لل وفد من الحرس والشرطة المالية الإيطالية وفي جمهورية إيطاليا، وتم هذا البرنامج بالتنسيق مع سفارتنا في روما وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وإعلام مجلس النواب بهذا الإجراء وأخذ الإذن في بالخصوص. اللقاء في حد ذاته يهدف إلى التعريف بالمؤسستين، سواء كانت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أو الشرطة المالية أو الحرس المالي في جمهورية إيطاليا، ومعرفة اختصاص كل هذه الجهات وأهدافها وغاياتها وغيرها من المعلومات التي تفيد بعض الأعضاء الإدارات العامة في الهيئة والمكاتب الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى أن احنا أسفر الاجتماع في النهاية على اتفاقية إن شاء الله حتبرم في المستقبل اللي هو في مجال التدريب المتخصص، سواء كان في العمل المصرفي أو في إدارة التقارير الرقابية المالية المتخصصة في وزارة المالية ووزارة في مصلحة الضرائب وغيرها، وهذا إن شاء الله حيتم في القريب العاجل حسب الاتفاق اللي تم اليوم مع وفد الحرس المالي بجمهورية إيطاليا، وأبدوا هم استعدادهم باعتبار أنهم عندهم القدرة وليهم حتى فترة طويلة جدا يعني كجسم أنشئ في إيطاليا من قبل حتى الجمهورية وتقام الجمهورية الإيطالية. دائما التعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة مع الأجهزة المضيدة في كل الدول طبعا. أغلب القوانين الليبية المعنية بالرقابة بوجهها.